بنفس الأعداد الغفيرة لبوا النداء مرة أخرى، وكانوا هذه المرة متعطشين للاحتفال بانتصار ثالث على التوالي يضمن للفراعنة صدارة المجموعة الأولى. المباراة الثالثة كانت أمام منتخب أوغندا الذي تطور كثيرا في الفترة الماضية، فتكفي الإشارة إلى أنه أسقط المنتخب المصري بالذات قبل حوالي سنتين في تصفيات كأس العالم. أصحاب الأقمصة الحمراء كانوا بحاجة لنقطة واحدة لضمان التأهل، لكن مطامعهم كانت أكبر من ذلك، وهو ما تبين في الدقائق الأولى. المنتخب الأوغندي كان سبق للتهديد بتسديدة أولى لفاروق ميا وجدت الحارس محمد الشناوي. الأخير وجد نفسه مضطرا للتدخل بعدها لإيقاف خطورة الأوغنديين قبل أن تعود أوغندا بتهديد آخر وجد له بالمرصاد الحارس الشناوي الذي كان أكثر لاعبي مصر ظهورا في الدقائق الأولى من المباراة. كل ما فات كان مجرد اختبارات بسيطة لشناوي الذي اضطر إلى إخراج كل إمكانياته لإنقاذ أخطر كرة أوغندية في الشوط الأول من تسديدة رائعة لكيامبادي. وكلما توالت الدقائق زادت جرأة الأوغنديين الذين واصلوا تضييع الفرص أمام تألق الشناوي، لكن لاعبا مثل محمد صلاح قد يهزم بفاعليته ومهارته شجاعة لاعبي منتخب طموح مثل أوغندا، وهو ما حدث بالفعل حين سجل نجم ليفربول هدفا من ضربة خطأ رائعة مانحا منتخب الفراعنة التقدم في المباراة. هدف صلاح منح الثقة للمنتخب المصري الذي استعاد توازنه بعدها ليزكي تفوقه بأقدام القائد أحمد المحمدي. بعدها ضيع محمد صلاح فرصة توقيع ثالث أهدافه في البطولة حين أهدر هذه المحاولة السهلة. أما الأوغنديون فقد فعلوا كل شيء إلا التسجيل، حتى النيران الصديقة لم تمكنهم من الوصول إلى الشباك. المنتخب المصري يحقق الأهم بضمان صدارة المجموعة الأولى التي تأهل عنها أيضا المنتخب الأوغندي كصاحب المركز الثاني. الأولاني أن أحافظ عليهم الشوط الثاني، ثالث ماتش البطولة بكلين شيت، فدي حاجة كويسة. بندفع بشكل كويس، أكيد بيجي علينا فرص لكن بندفع بشكل كويس. الشناوي عمل بطولة كويسة جدا الحمد لله على أداء الفرق كلها، مش أنا لوحدي، إحنا منتخب جماعي، إحنا 23 لعيب، إحنا كلنا على قلب واحد، كلنا بنشيل بعض. النهاردة أشيل الفرقة، بكرة هم يشيلوني. طبعا أنا بشكرهم اللي هم قدوا النهاردة اللي عليهم ونفذوا التعليمات بتاع المدير الفني، والنهاردة كانوا رجالة. إحنا بنلعب منتخب أوغندا، منتخب منظم وبيتميز بالروح وفرقة جماعية ومنتخب جماعي.